دكتور محمد عوض تاج الدين يحدثنا أكثر عن هذا الموضوع، وزير الصحة الأسبق، أستاذ أمراض الصدر بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية لأمراض الصدر. مساء الخير. دائما ما يحكى بأنه هكذا شيشة إلكترونية هي أسهل بكثير، يعني مضرة جدا، يكفي من هذه الناحية بأنه أسهل متناول يد كل الوقت. شيشة تحتاج، العادية تحتاج إلى أماكن خاصة، تحتاج إلى وقت لتحضيرها حتى لو في المنزل. شوفي حضرتك، خلاصة الموضوع أنه لم يثبت على الإطلاق أمان هذه الوسائل البديلة للتدخين العادي، أنها أكثر أمانا أو أنها أقل ضررا أو الكلام ده كله، هذا لم يثبت علميا. وعلى هذا الأساس كل المؤسسات العالمية وكل الأبحاث العالمية وكل الأطباء لم يقروا بأمان هذه الوسيلة من وسائل التدخين الغير مباشر. هل يتم العمل على هذا الموضوع دكتور محمد، أو أنه فقط تجارية يعني لفترة معينة مثل السيجارة الإلكترونية لفترة كانت وكأنه موضة يعني فقط وبعدها تختفي، يظهر منتج جديد؟ شوفي حضرتك، هي لم تثبت أمانها، ولا على هذا الأساس. أنا بس عايز أقول حاجة مهمة. تفضل. إيه اللي بيطلع من سواء الشيشة الإلكترونية أو السجائر الإلكترونية، إيه المنتج اللي بيطلع اللي أنت بتشوفيه؟ بتشوفي كمية دخان هائلة. صح. مش كده مظبوط؟ صح، أكثر بكثير من الشيشة العادية. عظيم. هذا الدخان اللي طالع، الدخان ده كيماوي ولا غير كيماوي؟ مادة كيماوية ولا لا؟ وحضرتك لازم تجاوب. أنا أسف. ولا لا؟ على هذا الأساس الدخان اللي طالع يعني أكثر شيء مضر في السجائر العادية أو الشيشة، التبغ بمختلف أنواعه سواء شيشة أو جوزة أو بايب أو سيجار أو سجائر، في الآخر السم فيه أو الأكثر سمية هي المواد التي تسمى الهيدروكاربونز، وهي دي اللي بتؤثر على الرئتين وعلى الجهاز الدوري وتسبب تغير في الأغشية المخاطية. اللي طالع من هذه السيجارة الإلكترونية أو الشيشة الإلكترونية هو دخان. نعم. وهذا الدخان نتيجة لتفاعل كيماوي وتركيبه فيه هيدروكاربونز، يبقى احنا رجعنا تاني للمربع رقم واحد إلى الهيدروكاربونز وأضرار. أنا أشكرك جزيلا. تفضل النقطة الأخيرة إذا كنت تريد أن تكملها. لا يعني أقول، أنا عايز أأكد للناس. نعم. إن اللي عايز يبطل، أولا كل هذه المواد خطر. نعم. وضرر ومؤذية، وبتسبب مشاكل لا حصر لها، أهمها وأخطرها هو ما يسمى السد الرئوي أو الانسداد. نعم. الشعبي الهوائي المزمن. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. شكرا. دكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، أستاذ أمراض الصدر بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية لأمراض الصدر. شكرا جزيلا دكتور محمد.